وعايز اختم بقى اللقاء ده بمشهد تمثيلي بينكم انتوا الاثنين. اتفضل ابتدي. ابتدي انت مش مؤلف؟ اه ابتدي انا. الف لينا ماشي. ماشي. هي هتربط الجزمه ولا ايه؟ لا بس ما بعد النفس عادي. يعني خلاص قررت على الطلاق؟ طلاق ايه؟ طلاق. انت كنت قاعد معايا وبتحكي لي وبتقول لي خلاص، شايف ان كل حاجه راحت. لا طبعا انت فهمت غلط، موضوع مجرد يعني سوء تفاهم. انت ايه اللي وصلك الاحساس ده؟ تعاملي معاك ومع مامتي، كل كلمة بسمعها منك بسمعها منها دايما بيقول حاجة واحدة. اللي هي؟ مش عايزين تكملوا؟ لا يا لا لا حبيبي، خالص خالص خالص. ده كله بيحصل بين أي اتنين متجوزين، الجواز كده طبيعته، كده طبيعة الجواز كده. سيبك بقى من مني ومن مامتك، أنت هتعمل إيه في حياتك اللي جاية؟ الحياة اللي جاية دي مخطط لها إزاي؟ شايف انت ان انت تقدر تبتدي حياتك بالشكل اللي انت بتتكلم عنه بالشكل بالطريقه؟ على فكره انا ما بقتش صغير. لا انت لسه صغير، هتفضل. لا ما بقتش صغير. هتفضل صغير في عيني طول ما انا عايش، وبعدين ما تتكلمش معايا بالطريقه دي تاني، تفهم ولا لا؟ انت بتغير الموضوع وبتبعد عن الموضوع الرئيسي. سيبك من الموضوع، هو ده الموضوع الرئيسي، خد بالك، وسبب المشاكل كلها انت. بقول لك ايه، يلا اطلع اوضتك، اطلع اوضتك